السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل أن نشرع في الدورة العادية لشهر يوليوز 2024، أدعوكم لقراءة الفاتحة على روح فقيدة صاحب السمو الملك الأمير لله لطيف. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعلن عن افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ليوليوز 2024. تتكون دورتنا هذه من 108 نقطة، من بينها 51 نقطة تهم اتفاقية الدعم المقاولات والتعاونيات في إطار صندوق نورديف، وهي متوفرة لديكم في جدول الأعمال المطبوع لديكم في الملف. نحن فخورون بكون أهم المحاور هذه البرامج أصبحت اليوم تتوفر على الإطارات التعاقدية اللازمة لإنجازها، فإلى حدود الدورة الحالية أصبحت أغلب مشاريع برنامج التنمية الجهوي تتوفر على الإطار التعاقدي المناسب عبر 201 اتفاقية بتكلفة إجمالية تناهز 15.786 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 80% من مجموع الالتزامات الواردة في البرنامج التنمية الجهوية. سيدات والسادة، إننا اليوم نستبشر خيرا لإصدار سيد وزير الداخلية دورية تأطير عقد البرنامج بين الجهة والدولة، ومن شأن هذا الإطار التعاقدي أن يساهم لا محالة في تسريع وتيرة التعاقد والإنجاز لمختلف المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية الجهوية. ونحن كمكتب مسير وكفرق ولجان بهذا المجلس نتطلع للعمل كما هو معهود بجانب ولاية الجهة ومع باقية الشركاء للوصول إلى النتائج المبتغى إن شاء الله. الموافقون نفس العدد، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. إذن تمت موافقة بالأغلبية المطلقة بالسيدات والسادة أعضاء المجلس المتزاولين مهامهم على اتفاقية الشراكة خاصة بأجل إنجاز مشروع تهيئة الأسواق المواشي بجهة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. موافقون نفس العدد، المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. إذن تمت موافقة بالأغلبية المطلقة للسيدات والسادة أعضاء المجلس المزاولين المهامهم على اتفاقية الشراكة خاصة من أجل تهيئة وإحداث الأسواق الأسبوعية في بالجهة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 وفق التعديل المقترح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما العادة، وأولا كنشكركم جميع المنابر الإعلامية، فالسنة الحبيبة اليوم بعد كل دورة نلتقي بثلة من الإخوة الإعلاميين ديال الجهة وديال الإعلام الوطني والجهوي والمحلي لبسط أهم النقاط اللي جات في الدورة، وسأكون مختصرا بأهم المشاريع اللي حاولنا اليوم نبسطهم ما يفوق على 58 نقطة، ولكن في 58 في واحد النقطة فيها 51 اتفاقية اللي كتهم صندوق الدعم والاستثمار. بالنسبة لأهم المشاريع اليوم هو اللي عندها كاين مشاريع ذات طابع واقع اجتماعي كيهدف الإدماج ديال الاقتصاد، ما هو اقتصادي وثقافي ورياضي واجتماعي، واللي كتمس كذلك الشباب والمرأة والطفولة. كذلك كان هناك مشاريع ذات بعد اقتصادي كتهدف توفير الشغل وجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الجهوي. كذلك كانت هناك مشاريع مرتبطة بتهيئة وهيكلة مجالات القروية والحضرية بالجهة وتهيئة المراكز القروية، ومن هنا كنحرصوا على العدالة المجالية وكذلك الاستثمار وثم الاستثمار في كل ما هو قروي. كان ذلك هناك مشاريع مرتبطة بالتعزيز وتقوية البنية التحتية في الجهة. كذلك هناك واللي هي اهم الاتفاقيات اللي كنا وقعناها في اطار اتفاقيات اطار مع وزاره الفلاحه
اليوم كان هناك كاين بعض الحمد لله في التنزيل ديال بعض المشاريع اللي هي مشاريع وبعض اتفاقيات خاصه كتهم احداث اسواق ديال الجمله واسواق المواشي والمزاجر العصريه وتسهيل الاسواق الاسبوعيه. كذلك كانت هناك مشاريع تهم النهوض بالبنيه التحتيه الثقافيه والتنشيط الفني والترفيهي بالجهه. وكذلك من بين المشاريع اللي كنعتبروها اليوم هي يعني واحد الاشتغال الدؤوب ديال السنه لاخراج هذا الصندوق ديال دعم المقاولات واللي كنا نوصيناه هو صندوق ديال استثمار انعاش الشمال اللي مسمي نورديف الذي كيعد اليوم واحد الاراده داخل المجلس هو اختصاص ذاتي ديال المجلس ديال الجهه. واليوم الحمد لله كل المكونات ديال المجلس الا وحريصه باش تنزل هذا الصندوق. ولليوم كانت هناك التصويت على 51 مشروع اللي كيمتد على جميع الاقاليم اللي متواجده داخل الجهه، وهذا يعطينا واحد دفعه قويه للمقاولات الصغيره والصغيره جدا، المقاولات المحليه والجهويه اللي ان شاء الله غتبدي. وهذا كله كيصب في التنميه، كيصب في التشغيل، كيصب في المبادرات الفرديه بالنسبه للمقاول الذاتي والتعاونيات والجمعيات اللي هم تما عندهم حقهم في هاد الصندوق. واليوم ان شاء الله اللي كذلك حاولنا باش عملنا واحد اتفاقيه اخرى ولا تعديل اتفاقيه بالنسبه لدفتر التحملات ديالو، حاولنا باش يكون هناك واحد الفليكسيبيتي بالنسبه لهاد الصندوق. دونك لاحظنا بان هناك بعض خص التجويد ديال هذا الصندوق، فاظن بان الحمد لله في هذا التعديل هذه الاتفاقيه غيكون هناك تجويد باش تكون هناك اكثر ان شاء الله. يعني عما قريب سنفتح عاود كذلك لي بلاتفورم باش تسجيل بعض المشاريع ديال جوج الاقاليم داخل الجهه. واليوم هذه يعني فرصه باش نقول للاخوان اللي معنا متواجدين معنا كاعلاميين باش يحاولوا حتى هما يسوقوا ماشي في مدينه طنجه، يسوقوا جميع المدن والاقاليم ديال الجهه في هذا الصندوق هذا. واليوم يحاولوا يوصلوا يعني الرساله ديالنا بان اليوم ان شاء الله هذا الصندوق اللي فيه تقريبا فوق 200 مليون ديال الدرهم كل سنه اللي هي متوجهه كلها للاستثمارات والمشاريع ذات طابع استثماري. اعتقد ان هذا هو يعني خلاصه اهم النقاط اللي حاولنا اليوم الاتفاقيات اللي وقعناهم. بصفه عامه الحمد لله الامور تشوف واحد النفس ايجابي، الجهه الحمد لله تتقدم على مختلف المجالات ولكن عندها تحديات كبيره مع الوعيه. هدفنا ان يبقى دائما المنافس الايجابي والترابط بين الجميع والتعاون الجميع باش ان شاء الله نواجهوا التحديات ونكونوا في مستوى يعني اداره ديال المواطنين عندهم مستوى الثقه ديال صاحب الاداره. شكرا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.